طاب يومكم طلاب الأعزاء في الصف السادس الأساسي. درسنا اليوم عن التبادل التجاري، وفيه سنضيء على أنواع التبادل التجاري وندرك مفاهيم جديدة كمفهوم التصدير والاستيراد. التبادل التجاري هو عملية بيع السلع والبضائع وشرائها من قبل المستهلك. والتبادل التجاري في لبنان نوعان: داخلي ويعرف بالتجارة الداخلية، وخارجي ويعرف بالتجارة الخارجية. لفهم معنى التجارة الداخلية، راقب الصورة الفوتوغرافية المرفقة وأجب عما يلي: هل ينتج لبنان مثل هذه الأصناف من الخضار؟ ينتج لبنان الخضار كالبندورة والخيار والفجل والعديد من المنتجات الزراعية الضرورية لتلبية حاجات السكان الغذائية. كيف يحصل المستهلك اللبناني على هذه المنتجات؟ يشتريها من المحلات التي تعرض هذه الأصناف أمام زبائنها أو من عربات بيع الخضار. إذن تتم عملية البيع والشراء للمنتجات اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية. من هنا نستنتج أن التجارة الداخلية هي حركة البيع والشراء للمنتوجات والسلع داخل الأراضي اللبنانية. ولكن في أسواقنا تعرض المحلات العديد من المنتجات الزراعية الأجنبية التي لا تزرع في لبنان نظراً لعدم ملاءمة المناخ اللبناني لزراعتها، ونجد أيضاً الكثير من الصناعات التي لا تصنع في لبنان كالسيارات والأدوات الكهربائية مثلاً. فمن أين يأتي لبنان إذن بهذه المنتجات الزراعية والسلع الصناعية؟ يستوردها ويشتريها من الخارج أو من الدول المنتجة والمصنعة لها لتلبية حاجات السكان. ما الوسيلة التي تصل فيها المنتجات الأجنبية إلى لبنان؟ تصل المنتجات الأجنبية إما براً عبر شاحنات النقل، أو بحراً عبر السفن ضمن الحاويات، أو جواً عبر الطائرات. من هنا نجد أن للمطار والمرفأ والطرق الدولية دوراً مهماً في النشاط التجاري وتأمين نقل البضائع والسلع إلى لبنان أو عملية الاستيراد. إذن نسمي عملية شراء ما نحتاج إليه من الخارج الاستيراد. من المهم جداً أن نعرف أن دور المرفأ والمطار لا يقتصر على الاستيراد. إليكم بعض الصادرات اللبنانية إلى الخارج. فلبنان يصدر الحمضيات والفاكهة كالعنب والمياه المعدنية والألبسة الجاهزة، إضافة إلى منتجات أخرى. فماذا نسمي عملية بيع المنتجات الفائضة إلى الخارج؟ نسمي عملية بيع المنتجات الفائضة إلى الخارج التصدير. فلنستنتج إذن مفهوم التجارة الخارجية. التجارة الخارجية هي حركة بيع وشراء بين لبنان والخارج، وهي تتم عبر التصدير والاستيراد. من الضروري جداً تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخفيف من الاستيراد، وهذا الاكتفاء الذاتي لا يتحقق إلا من خلال دعم القطاعين الإنتاجيين الزراعة والصناعة. فأرجو منكم شراء المنتجات والصناعات اللبنانية.